خلال الأسبوع اللي فات انتشر خبر صدم وأحزن ناس كتير من الجمهور والفنانين بعد ما صرحت الفنانة اللبنانية إليسا عن تعافيها من سرطان الثدي خلال كليبها الأخير إلى كل اللي بيحبوني. امبارح أحيت حفلتها ضمن مهرجان أعياد بيروت، وهو أول حفل ليها بعد إعلانها عن شفائها. حرصت إليسا على توجيه الشكر لجمهورها خلال الحفل ولكل اللي بيحبوها وللفنان فارس كرم بالتحديد اللي حرص على حضور الحفل. حسن اللي شيء جرهني عذب لما